المؤسسة لهذه المنظمة التي تستضيفنا اليوم. أتقدم بالتهنئة إلى السيد شابا قرشي لانتخابه رئيسا للدورة 77 للجمعية العامة، وأنني على ثقة من خبرته وكفاءته في تحقيق النتائج المرجوة من هذه الدورة. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد الأمين العام للمتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لدوره الحيوي في إدارة المنظمة خلال السنوات الماضية، وكذلك في دعم ومساندة حكومة العراق، وهذا يشكل محط امتنان وتقدير دائمين لنا ولشعبنا. أتقدم أن العراق بلد تاريخي عميق الجذور في الذاكرة الإنسانية، وهو يمثل تجربة حية للأمل. رغم التحديات الكبيرة التي تبدو صعبة، ولا سيما على مستوى الصراع السياسي الداخلي، ولكن هناك في المقابل روح الأمل التي يمتلك العراقيين فرصة في بناء مستقبل يليق بهم وبمستقبلهم. أنت إنسان فرصة، وأقول أن فرصة الحياة والتقدم والسلام هي أمل وإرادة العراقيين للتخلص من براثين الصراعات والإزمات والتحديات. استعان العراقيون رغم كل الظروف الصعبة بروح الأمل تلك لمحاربة الإرهاب والانتصار عليه نيابة عن العالم. وكانت المهمة صعبة، وقدم شعبنا تضحيات كبيرة جسيمة، ليس فقط لتحرير أرضه من عصابات داعش الإرهابية، بل ولمنع هذه المنظمة الخطيرة من تهديد الإنسان في كل مكان وتقويض فكرها التدميري. وهنا يجب أن أستذكر الشهداء العراقيين الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلال تلك الحرب العادلة اكتسبت قواتنا العراقية مهارات فريدة من نوعها في محاربة داعش وفرض القانون وحفظ السلام، واستفاد العراق من خبرات حلفائه في محاربته للإرهاب. وهنا يجب أن نجدد شكرنا وتقديرنا لهم، ونجدد دعوة حكومة جمهورية العراق إلى ضرورة الاستمرار في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي والجماعات الداعمة له. يطلع العراق اليوم إلى تلقي المزيد من الدعم الأممي في إعادة إعمار المناطق المحررة والمتضررة من احتلال عصابات داعش الإرهابية، وكذلك المساعدات الأممية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة لتعزيز القدرات العراقية وجهوده في إعادة بناء البنى التحتية المدمرة، بما يساعد في عودة هذه المدن وأهاليها والنازحين إلى الحياة الطبيعية من جديد. والجديد بالذكر أن وزارات الدولة ومؤسساتها واصلت جهودها لإعادة العوائل العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية وإرجاعهم إلى مناطقهم. وود أن أشير هنا إلى أننا وضعنا برنامجاً حكومياً شاملاً لإعادة الإعمار في المناطق المحررة وإصلاح البنى التحتية وعودة آمنة وطوعية للنازحين. وهنا نختم من هذه المناسبة للإعراب عن بالغ شكرنا وتقديرنا إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية على دعمها ومساندتها الإنسانية في العراق. السيد الرئيس، إن العراق يكرر من هنا ومن هذا المنبر دعوته لعدم استخدام أراضيه تحت أي ذريعة، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي لدول أخرى بما يعرض أمنه واستقراره للخطر، ويؤكد على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية باحترام سيادة الدول. ولهذا نطلب من الجميع عدم تدخل
في الأراضي العراقية، وأن تكون علاقاتنا مبنية على مبدأ حسن الجوار وتعزيز علاقات التعاون، وأن حكومة العراق متمسكة بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عبر القنوات الدبلوماسية. السيد الرئيس، لا شك أن العراق مثل بقية دول العالم تأثر بجائحة كورونا، والتي انعكست على جميع نواحي حياة البشر، ولكن أثبت أن التعاون والتضامن الدولي كان سبيلاً لإنجاح لمواجهة هذا الوباء. وقد اتخذت الحكومة العراقية ومؤسساتها الوطنية العديد من التدابير الوقائية والعلاجية اللازم للسيطرة والحد من هذا الوباء ومعالجة المصابين. وهنا أختتم هذه المناسبة للإعراب عن بالغ تقديرنا للدول والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لدورها وجهودها المخلصة في التصدي لهذا الوباء ومساعدة الدول النامية في سبيل مواجهته ومكافحته. السيد الرئيس، أدرك جيداً من أن حكومة جمهورية العراق بادرت بأهمية عالية بتوفير استحقاقات الوطنية والحفاظ على التجربة الديمقراطية والمطالب الجماهيرية، وعملت على تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، وكي يقوم الجماهير بممارسة حقوقهم الديمقراطية وحرية التعبير، قامت الحكومة على إقامة انتخابات نزيهة وعادلة بدعم من مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وقد أشاد الجميع بنزاهتها ومهنيتها العالية. وأود هنا أن أشكر جميع الدول والمنظمات التي ساهمت في دعم هذه الانتخابات، وهنا يجب أن أستذكر وبالخصوص الذكر من ساهم في توفير كل ظروف النجاح لهذه الانتخابات التي أثبتت أنها أفضل انتخابات منذ عام 2003 وحد الآن، وخص بالذكر المرجع الأعلى السيد السيستاني لحمايته للمسار الديمقراطي في العراق. ولكن رغم نجاح الانتخابات فقد عجزت القوى السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة، مما أدى إلى خلق انسداد سياسي، ودعت حكومتي إلى حوار وطني جاد وشفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، سعياً من أجل بناء حكومة تلبي طموحات الشعب والتعبير عن آماله وتحقيق أهدافه لضمان مستقبله. تعمل حكومة العراق على بناء الدولة والحفاظ على هيبتها على أساس التعايش بين مكونات الشعب العراقي كله، مع احترام التنوع والتعدد الفكري والديني والمذهبي، وفي ظل سيادة قيم العدالة والقانون والمساواة ومبادئها، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي وحقوق الإنسان، وتقوية أجهزة إنفاذ القانون والعمل على تعزيز إجراءات المساءلة ووقف الانتهاكات الفردية ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على حص السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون، ومؤسسات الدولة والتحقيق بمن استخدمه ضد المواطنين وأفراد القوات الأمنية، ومحاسبة المستخدمين وفق القانون وتطبيق العدالة على الجميع. سيد الرئيس، يحرص العراق على أن يكون مصدر استقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ويسعى تقريب وجهات النظر والعمل على إيجاد الحلول السلمية والمستدامة للأزمات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة، عبر طرح العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان حماية السلم والأمن في منطقتنا التي عانت الكثير من الحروب العبثية والأزمات لوقت طويل،
جاء الوقت لكي نبني المنطقة وفق مستحقات العصر والتاريخ، وامتداداً لهذه السياسة التي أخذت حكومة السياسة المتوازنة، فقد استضافت بغداد العديد من الاجتماعات بين هذه الدول، مما يعود نتيجة للسياسة المتوازنة التي تعمل بها هذه الحكومة وتعمل بها الدبلوماسية العراقية الحريصة على بناء الوسطية في المنطقة وإيجاد نقطة التقاء مع دول الجوار والعمل من أجل مصلحة جميع الأطراف بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية. وكذلك نشجع التعاون الإقليمي ونزع فتيل الأزمات في المنطقة. وحظي مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في شهر آب من العام الماضي بمشاركة واسعة من قبل دول الجوار الإقليمي والدول الشقيقة والصديقة، حيث خرج المؤتمر بتوصيات مهمة جسدت في إعلان قمة بغداد. سيد الرئيس، لا أخفي على الجميع أن العراق يمر بظروف مناخية صعبة بسبب شحة الموارد المائية وتغيير مجاري الأنهار التي يشترك بها مع بعض دول الجوار، وإقامة المشاريع دون الأخذ في الحسبان تأثير هذه المشاريع على الحصص المائية والاستخدام المنصف للدول المتشاطئة. كل هذه الظروف مجتمعة أدت بالعراق ليصبح خامس أكثر بلدان هشاشة اتجاه التغييرات المناخية، مما أدى مؤخراً إلى جفاف معظم مناطق أهوار العراق وتضرر سبل العيش لمئات الأسر الريفية في الأهوار العراقية التي تعد محميات طبيعية ضمن قائمة التراث العالمي، والتي أدت إلى زيادة نسبة التصحر والنزوح الداخلي بسبب عوامل الطبيعة ولا فقدان مصادر العيش للعديد من العوائل، وأدت كذلك إلى تقليل نسبة الأراضي الزراعية. ولهذا ندعو جميع دول المنطقة للحوار لحل القضايا المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية. إن العراق بلد نفطي شارك في انتعاش الاقتصاد العالمي وتطوره منذ بداية القرن العشرين، وهو إن كان يعاني من تغييرات المناخ فهو سيعاني كذلك من كل التدابير التي ستؤخذ لمعالجة هذه الظاهرة التي ستقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. رغم ذلك فقد عملت هذه الحكومة مشاريع استراتيجية مهمة في مجال الطاقة النظيفة واستخراج الغاز المصاحب والمجالات الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وهذا يتطلب الدعم الدولي بمختلف مجالاته لمساندة جهود العراق ولتمكينه من مضي قدما في تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جانب التخفيف من الآثار السلبية للتغيير المناخي والتكيف معها. وعلى خط الموازي، لم نغفل عن ضرورة تطوير قطاع التعليم والثقافة، فقد وضعنا تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي لسنة 2030 على رأس أولويات هذه الحكومة. وهم تلك الأهداف زيادة معدل الالتحاق بالمدارس ليصل 100% والارتقاء بجودة التعليم العام والعالي وتطوير التقنيات وتكنولوجيا التعليم وتعزيز المهارات وفق متطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية. وقد أطلقنا المبادرة الوطنية تنمية الطفولة المبكرة التي تغطي مدة 10 سنوات بهدف تقليص نسبة الأمية في مجتمعنا وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأطفالنا، ولا سيما
شرح عدة من هؤلاء الأطفال عانت من تداعيات الحروب العبثية ومواجهات وكذلك الفساد، ضربت أسس القطاع التعليمي في العراق، وقد شرعنا أخيراً بحملة لبناء مئات المدارس في مختلف محافظات العراق بعد أن عانت من نقص كبير خلال العقود الماضية، فضلاً عن تسهيل بناء الجامعات والكليات. سيدي الرئيس، نؤكد موقف العراق الثابت اتجاه القضية الفلسطينية في ممارسة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، واحترام الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، وفي نفس الوقت نستذكر الوضع في سوريا، ونؤكد على حرصنا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وندعم إجراء المحادثات السياسية بالأطراف السورية كافة، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كذلك شارط العراق دول العالم من الأزمات والحروب الإقليمية تنعكس على نتائجها على جميع دول العالم، وأن شعوب العالم دائماً تدفع ثمن هذه الحروب حيث تؤثر على جميع نواحي الحياة ولا سيما امتدادات الطاقة والغداء وانعدام الأمن. العراق عانى الكثير من الحروب، ولهذا عنده حساسية خاصة من موضوع الحروب في دول العالم، وعليه نؤكد على ضرورة إيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، حفاظاً على السلم والأمن الدولي وإنقاذ الاقتصاد العالمي والبشرية من تداعيات هذه الحروب. في الختام، فإن التحديات تواجه بلد العراق اليوم إنما هي نتيجة تراكمات طويلة نعمل على تفكيك ألغامها، وأملنا أن يطلع مجتمعنا الذي يشكل الشباب جزء أكبر منه نحو التمسك بالديمقراطية والدفاع عنها باعتبار هذا نمط حياة وآليات الحكم الرشيد، وعليه إن تجربتنا الديمقراطية الفتية ما تزال تتحلى بروح الشجاعة والأمل، وهي في أمس الحاجة إلى تفهم ومساندة المجتمع الدولي من أجل استمرار في بناء الدولة المعاصرة وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات وبناء البنى التحتية التي دمرتها الحروب العبثية. نؤمن بضرورة الاستثمار في الإنسان وحفظ كرامة الإنسان والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون والشراكة الشاملة مع جوارنا الإقليمي والمجتمع الدولي. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.